نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف في ناس ما جاتش النهارده، في ناس متوقع انها تكون موجوده ما جاتش. احنا المحاضره دي خلينا قبل ما نقول المحاضره دي بتتكلم عن ايه، احنا بس نقول الناس الاخوانا كل سنه وهم طيبين، الناس اللي بتحتفل بعيد شم النسيم، الناس كل سنه وهم طيبين. احنا المحاضره دي هنتكلم عن البوليينز، هنتكلم عن التايبنج، وهنتكلم عن الكونسنت. في حد عايز يقول حاجه لما نبدا؟ يا ريت لو الصوت طيب، واحد واحد عشان نجاوب على السؤال. الصوت واضح تمام. طيب الحمد لله. اول حاجه الكورس هنبدي فعلا، احنا دلوقتي بنبدا يعني مبادئ في الاول، لكن ان شاء الله في نيكست ستيب عشان يبقى في ادفانسد. الناس اللي عايزه تبقى ادفانسد بي اتش بي ان شاء الله، بس احنا لسه ما حطيناش خطه للادفانسد كورس، بس احنا دلوقتي بنتكلم ان شاء الله. احنا اوريدي دخلنا في المهم في البي اتش بي، وهنبدا ان شاء الله، يعني ان شاء الله يكون في ادفانس. الصوت مش واضح، يا ريت لو في حد عنده صوت مش واضح يقول. صوت واضح، طيب تمام. اللي بيسأل عن الري واللي كان بيسأل عن التاسك بتاع المرة اللي فاتت، أنا عملت التاسك ريزولتس هنا. الناس اللي حلت التاسك، يعني عندي محمد علام حل التاسك، وعندي let's go down، عندي نجم حل التاسك، عندي احمد بريك حل التاسك بس. نجم حل التاسك، يعني احمد بريك حل التاسك، ومحمد كوكيز حل التاسك. دول الناس اللي بعتوا لي التاسك او التاسك ريزولت، وما شاء الله يعني هو كل واحد كان عنده يعني ادى فكره مختلفه عن الثاني. هو التاسك كان الى حد ما مبهم، مش قوي، مش عايز نستعمل الري. الري يكون في ري انسايد دي الري، ويعمل الري يكون في باكيتس. الباكيتس يكون فيها نيم اوف ذا باكيتس اند نمبر انسايد ذا باكيتس، نمبر انسايد ذا نمبر اوف ذا باكيتس. ما شاء الله الناس يعني اول حد تجاوب معايا كانت نيم، ما بعتت التاسك ريزولت بعد 5 دقائق من at the end of the session يعني، وما شاء الله هي كانت عامله حاجات ممتازه. ما انتوا شايفين الناس تبص معايا عشان تعرف الحل التاسك، الاختلاف بين كل حل تاسك وتاسك، يعني كل واحد حل بطريقه مختلفه. فالناس تبص على البورد. عملت زي ما احنا بنقول بالظبط، فاتحه ال HTML tags، حاطة التايتل بتاع التاج، تايتل التاج بتاع تاسك الري، وعامل الري، عامل الري 1، وعامل الري انسايد دي الري، وحاطة فيها كل الري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعامل
الاراي بتاعها حاطه فيه نيمز ونمبرز ونمبر ذا باكيتس، عامله ايكو كل اراي على حسب كل واحد، وبعدين عامله ايكو لو هنسال الناس اللي حاله التاسك في الايكو بتاع النجم. حد شايف حاجه ناقصه في الايكو؟ النجم مش موجوده معانا النهارده تقريبا. ازاي غير واضح يا محمد؟ ايه غير واضح بالظبط؟ الخبي. سوري. طيب تمام كده، تمام. هي عندها، هي عامله اول ايكو، هي عامله البي ار تاج، حتى البي ار تاج عامله ايكو البي ار تاج عشان تعمل بريك انسايد لاينز. تمام، دي ده كويس. تمام، بس من اول ايكو هي عامله ايكو اري، واللي هو اري 1 اللي هو الاري بتاعها، وعامله براكتس من 8 رقم 8 الباكت رقم 8، والباكت رقم 8 عامله الباكت رقم 0 اللي هو اول واحد از اري، وعامله كاكنيشن ودي اري 1 اللي هو 8، وبعدين الباكت نمبر 1. ايه اللي ناقص عندها وايه اللي مش واضح عندها؟ في ناس بتجاوب ولا ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. افتكرت احمد بيجاوب. طيب هو مفيش حد بيجاوب على ال is all good. ماشي، هو المفروض خد بالك يا محمد، احنا قايلين ان علشان نعمل الاري، علشان ابرنت الاري السؤال. طيب هنشوف، هي السؤال بيقول هو دلوقتي انا عايز اعرف الاري ايه اللي جوه الاري. تمام، اللي جوه الاري هي عامله اول واحد برنت ار بوت، مظبوط. ممكن وممكن اعمل لوب، بس انا لسه احنا لسه ما خدناش اللوبس، احنا لسه ما قلناش لوبس. ممكن اطبع كل اللي جوه بالظبط، هو ده اللي انا قصدي. تمام، مظبوط، هو ده اللي انا محتاجه. انا محتاج ابرنت what's inside the array، يعني ايه اللي جوه الاري عشان ابدا. بالظبط تمام. فانا محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا print what's inside the array علشان يطلع لي ليست بالاري اللي هي عاملاه من 1 ل 9 او من 0 ل 9، what's in the pocket 0 until pocket 9. ده اللي هيعرفني ايه اللي inside the pocket وايه المفروض ايه اللي هي عامله ايه بالظبط. يعني لما اجي عشان اعمل ايكو ات براوزر، هي عامله ايكو الري واحد وعامله براكتس في باكت رقم 8. مظبوط، تمام. حط ري اتش تي ام ال تاج، بعد كده بفتح البي اتش بي بقول له برنت ار ريدبل برنت، بعد كده بكتب له الري بتاعي وبقفل البري تاجز، بقفل لو في ديفايه انسايد اتش تي ام ال تاجز. مظبوط، تمام، ده مظبوط، اتس فيري ايزي. تمام، طيب دي كانت نجمة. في واحد تاني، ده محمد علام، ما شاء الله موضح كل حاجه. هو كاتب we can assign numbers as labels instead of letters or
assign letters as labels instead of numbers you choose. طبعا ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، يعني ما شاء الله عليه محمد علام. يعني both examples are given and listed below. تمام، زي ما هو كاتب عامل اول variable اسمه الدارين او الالفي. سوري. ماشي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ابو حميد، اتاخرت. ماشي. احنا بنبص على التاسك، حل التاسك ريسولت بتاع محمد علام. عامل الاري نمبر 1 زي ما احنا قلنا بالظبط، عامل اري parentheses بعدين كاتب الاسم equal to the array اللي هو الفيرست نيم واللاست نيم والتليفون والميل ما شاء الله. بعدين عامل محمد، يعني هو حاطط ثلاث اشخاص inside the array inside the parentheses. بعدين هنشوف بقى الاري تاني، عامل بي اتش بي سكول، عامل array first name، array 2 لكوكيز واري 3. تمام، بعدين عامل ايكو مظبوط. now looking over the array for each لكل واحد. وصلني يا احمد. ما احنا هنشوفه دلوقتي، احنا دلوقتي بنتكلم في التاسك ريزولت بتاع محمد علام. هو ما شاء الله عامل كل حاجه تمام، حتى حط لنا الستايلنج بتاعه. تمام، جميل جميل جدا، يعني جميل جدا، يعني ما شاء الله، برافو عليك يا احمد، يا محمد علام، ما شاء الله عليك. فعلا جود جوب. هنا احمد بريكة عامل persons، عامل brackets. تمام، equal to array و array inside the array، عامل array numbers كبير اللي هو عشان يختلف عن النمبر بتاع الباكت، يبقى كل واحد دي number inside the number of the pocket. عامل 12 و13 و14 و15 لغايه 10 لغايه 110. تمام، وعامل print or persons. تمام مظبوط. ماشي، عندنا بقى محمد كوكيز. سوري يا محمد، ما انا كتبتها كده معلش. ماشي محمد، عامل شغل جامد قوي، مع ان احنا لسه ما خدناش الكلام ده يعني، بس جود جوب يا احمد. لا تمام، ما شاء الله عليك، جود جوب. يعني اللي انت بتعمله بيوضح ان اللي انت خدته في الكورس، يعني ان شاء الله لو انت فعلا استفدت حاجه فانت فعلا انتهى مظبوط، دي حاجه كويسه. تمام محمد، اول حاجه عامل ستايل تايب، عامل حاجه سي اس اس كده عشان يورينا شطارته يعني، وعامل باك جراوند جراي، وعامل حاجات، عامل فلوتنج، وعامل شغل عالي قوي قوي يعني، ما شاء الله. يعني عاملين شويه حاجات سي اس اس كده ما احنا اصلا ما نعرفهاش. لا لا، جميل ما شاء الله عليك. ماشي، هنخش على البي اتش بي. محمد عامل الري، هو الفاريبل بتاعك نايس ار اللي هو في الاول هنا، ده نايس ار اللي هي الاري دبل ار اي دبل ار اي واي، لو انت كاتبها كده يعني اللي هو الفاريبل اسمه كده فده عادي، يعني هو مش هيفرق معانا في القيمه، يعني ان احنا القيمه بتاعته اللي هي ايكوال تو اري يعني برانتسيز. تمام مظبوط. واحد بيساوي محمود حمدي، اثنين بيساوي محمود بين هارتوز، معرفش مين بين هارتوز ده. ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وثمانية وتسعة، اتس يو. ماشي جود جوب. تمام، وعامل البي اتش بي طبعا في الآخر خالص، في عندي بري، أنت فاتح البي اتش بي
في سبيس ما بين بي اتش بي وبرنت ناقصه، تاخد بالك منها كويس لما تكتب الكودز ما تغلطش. يعني في سبيس ناقصه ما بين بي اتش بي وبرنت، تيك ا لوك ات عشان تعرف ايه اللي ناقص. لكن الكود المكتوب صح اللي هو print underscore or readable عشان يكون readable، تمام كاتب الفاريبل بتاعك وقفله مظبوط. ما شاء الله يعني شغل جميل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مفيش مشكلة، بس احنا اتكلمنا على التاسك بتاعك وجود جوب بجد، جود جوب يا محمد يا علام. لا تمام برافو عليك، يعني جود جوب. الناس كلها ما شاء الله، يعني في عندنا ناس ما شاء الله يعني مركزين، ناس فاهمة، ناس اوريدي ورك توجذر، ناس اوريدي بتعمل شغل كويس. للساوند عشان الصوت حواليها شويه. طيب الصوت رجع. اوكي ماشي، خلينا بقى نبدا النهارده. النهارده هنتكلم عن البولينز. احنا المره اللي فاتت قلنا يعني حاجه صغيره عن البولينز، بس احنا النهارده هنعرف البولينز فعلا بولينز and null. تمام، خلينا نقول ما زي ما بنعمل على طول. دايما بنعمل ال HTML tags بتاعتنا، اللي هو فتحة ال HTML بنبدأ نفتح new file text inside the Komodo، وبنكتب اسمه اللي هو باسم الايام بتاع النهارده اللي هو booleans. سوري booleans. تمام booleans and null. التايتل بتاعنا اللي هو inside the HTML tag هنتكلم يعني ايه البوليانز. بولينز يعني نقدر نحط definition لبولينز. البولينز are used to represent the concept true and false. ده اللي بيعرفنا او الconcept اللي بيعرفنا اذا كان ده true or false، اذا كان صح او غلط. يعني هل اللي احنا بنتكلم زيرو هو مظبوط، اللي هو لو ترو بيديني واحد، لو فولس ما بيدينيش حاجه خالص او بيدينا زيرو. تمام. كمان they are most often used for testing if a statement is true or false. احنا دايما بنتكلم ايه، بنقول الكونسبت بتاعنا اذا كان صح ولا غلط. ده كونسبت، ده از كونسبت شيء عام. يعني لو بنتكلم عن ستيتمنت، يعني احنا بنتكلم عن ستيتمنت اللي فاريبل، هو بيوضح لنا اذا كان اللي احنا كاتبينها دي اذا كانت صح ولا غلط، true or false. And they will play a bigger role when we discuss the logical expressions. يعني واحد بنتكلم بقى عن اللوجيكال اكسبريشنز بتاعتنا، ده هيوضح كتير احنا نبقى عارفين فعلا بنعمله true or false أو what's different between. تمام، فخلينا نبدأ بحاجة بسيطة اللي هي هنقول مثلا احنا عندنا variable اسمه bool one is equal to
ترو. وهنا لما بنقول ترو فاحنا بنتكلم عن اللوجيكال اكسبريشن، ان ترو هنا لوجيكال اكسبريشن مش سترينج او مش قيمه، مش قيمه اللي هي واحد او اتنين سواء كان نمبر او كلمه، لا احنا بنتكلم عن ترو، لان ترو هنا لوجيكال اكسبريشن اللي هو ترو فعلا يعني صح ولا غلط. احنا عندنا ان قول واحد ترو، لكن هنقول كمان احنا عندنا قول تو equal to false. تمام، فاحنا عندنا بول واحد بيساوي true، بول تو بيساوي false. true وfalse هنا دول logical expressions يعني حاجة مش قيمة مش string، يعني خلي الناس تبقى عارفة عشان تبقى فاهمين احنا بنتكلم عن ايه. true دي true فعلا اللي هي هل ده فعلا حقيقي ولا مش حقيقي. تمام، طبعا احنا قلنا ان هو بيدينا قيمه لو هو ترو بيدينا واحد، لو هو فولس بيدينا زيرو. طبعا احنا ما بنشوفش الزيرو على على البراوزر، يعني تقريبا بيطلع امتي. يعني لما نيجي نكتب الكلام ده هنشوف دلوقتي، انا ليت سي مثلا ان احنا هنكتب بي اتش بي بتاعنا بي اوكي، وهنقول له قول 1 قول او ليتس سي ايكو قول 1 ايكو قول 1 ايكو قول 1 or semicolons نقفل PHP tags نعمل PR tag وهنكتب تحتيها برضو PHP echo call to نقفل نعمل PR tag طبعا هنسيب الكلام دون ونروح بسرعة هنكتب اسم الملف بتاعنا اللي هو booleans and null او booleans لو انت مسمي الفايل تكست بتاعك booleans، وهنروح نعمل echo للكلام دون results. هو مفيش غير يحيى اللي بيجاوب لي، فين محمد وفين احمد وفين الناس. ايه الغلط عندك يا عم؟ تمام، ريزولت واحد لو هو ترو ولو فولس هيدينا ولا حاجة، هو هيدينا صفر. ايه الغلط عند عمرو؟ عمرو انت لازم تكتب بس واحد. تمام بالظبط، هو محمد مظبوط، هو هيدينا واحد لان هو طلع عندي نتيجه واحده ان ترو، فهو هيديني الترو هيدهاني لكن الفولس مش هيديني حاجه، هو بيطلع عندي واحد مظبوط. عمرو اكتب البي اتش بي مظبوط، اكتب البي اتش بي تاجز مظبوط
وافتح ال HTML tags و embed the PHP inside the body tag بالضبط زي محمد المغرب أذن. تمام اوكي ناخد استراحة الصلاة. اوكي ماشي تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم. هنرجع نقول اختصار بسيط كده للناس اللي لسه داخله، الناس اللي ما حضرتش من البدايه المحاضره النهارده. النهارده بنتكلم عن بوليانز if it's true or false، لو هي صح ولا غلط. وكتبنا two variables اللي هو بول واحد وبول اثنين. كل البول واحد وعملنا ايه كل اثنين علشان نعرف if it's true or false، عشان نعرف هو بيدينا ايه. فلما عملنا ايكو على البراوزر ادانا ان بول واحد واحد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ان بول اللي هو رقم واحد ادانا واحد، اما بول 2 فما اداناش حاجة لان هو false. فده اللي بيحصل لما بنسأل if it's true or false. لو true بيبقى واحد، لو false بيبقى zero، او ما بيطلعش اي نتيجة اللي بيقول ان مفيش حاجة لان هي false. فهنبدأ نتكلم بصفة اكبر شوية عن البوليانز. مثلا هنكتب احنا عندنا other variables، قولنا عندنا for واحد equal to three. ده كده رقم، كده احنا بنتكلم ان ليه قيمة، القيمة بتاعته رقم. وعندنا variable تاني اللي هو for two equal to كاب، ده string. كده عندنا رقم و string. فاحنا لما نيجي نسأل عن الكلام ده، فاحنا هنسأل نقول له ان for واحد is set، هل هو موجود ولا مش موجود؟ is set موجود ولا مش موجود؟ فاحنا بنفتح PHP tag كده ونقول له echo is set. is set وجواه variable اللي هو var واحد، هنقفل parentheses حط semicolons، وعملت ال PHP
ونعمل PR tag. تمام، نفس الكلام هنسأله عن variable 2. هنتكلم عن var 2 is set say PHP echo لو موجود مظبوط. var 2 if in parentheses نعمل br tag. تمام، فاحنا سألناه في الأول واحد برضه مظبوط. تمام، فعم نسأله احنا بنقول له ايه الست اللي فعلا موجود، هو في الفاريبل 1 قال لي فعلا ست يعني ليه قيمة، ايوه فعلا موجود يعني ترو. طيب رقم 2 ايه الست فعلا ليه قيمة، فعلا مظبوط ليه قيمة. تمام، بس هنيجي نقول له ان احنا بنسأل دلوقتي عن for 3 is set، وهنقول له php echo is set. for 3 نعمل PR tag. نروح بسرعة نسأله. Nothing. No result. معنى كده ان هو مش موجود، احنا بنسأله عن حاجة مش موجودة. فالكلام ده true or false؟ هيقول لي لا طبعا مفيش حاجة اسمها variable 3 اصلا. Because it doesn't exist. مظبوط، تمام. ومعنى كده ان هو بيفهم هل فعلا ده صح ولا مش صح، هل فعلا موجود ولا مش موجود. فلو موجود true يقول لي واحد، false nothing because it does not exist. تمام، طيب هنقول له يعمل لنا حاجة بقى كده. هنقول له ايه؟ هنقول PHP nothing exists in memory. مظبوط، تمام. طيب لو عملنا يا محمد وقلنا له unset للvariable بتاعي اللي هو variable var 1. تمام، هنروح واخدين كوبي من الكلام ده كده. تمام، طيب هناخد الريزولتس بتاع الكلام ده على البراوزر. في حد عامل ريزولت؟ واحد في الفار. مظبوط، اللي قال nothing ازاي؟ عندي واحد في الفار، انا قلت له فار واحد will be deleted. بالظبط، لان انا قلت له unset فار واحد اللي هو variable رقم واحد، هو ده الوحيد is null. بالظبط، هو ده الوحيد اللي انا قلت له unset. لكن بالظبط لان هو ست موجود. هو لما عملت ايكو الكلام ده على البراوزر قال لي ان فار 2 بس اللي هو if it's var 2 is set ايكو، عمل لي يس. بالظبط،
فار 3 از سيت، فار 3 از داز نوت اكزيست اصلا، هو مش هيديني ريزلت عليه ان هو اصلا ما فيش حاجه اسمها فار 3، احنا ما عندناش حاجه اسمها فار 3. Unsafely الفار بالظبط مظبوط تمام تمام احنا خد بالك احنا اصلا ما عندناش فاريبل 3 فاوريدي اتس نوت سيت، هو مش موجود تمام. معنى كده ان هو ايه لما اداني ريزولت ف if it's variable 1 is set قال لي ما فيش حاجه، if it's variable 2 is set قال لي yes 1 true that's true، if it's variable 3 is set قال لي false ما فيش حاجه اسمها variable 3 false then true or false how to set unset the variable that's the point اللي احنا بنتكلم عنه. ده احنا بنتكلم عن ايه you can set and unset a variable او قيمه variable if it's true or false. طيب خلينا نعمل break seed كده هنا نعمل PR tag كمان PR tag نتكلم عن حاجة تانية قول له احنا هنسأل حاجة هنسأل عن ايه؟ نسأل نقول له لو ال variable رقم واحد is empty فاضي طيب ازاي؟ لو بي اتش بي ايكو امتي هكتب امتي بالظبط زي ما هي مكتوبه البورد، البورد فيها حاجه اه سوري طيب انا هكمل اول هنا كده هنعمل بورد جديده الناس تمام تمام هنقول له اوكي if it's var 1 is m وهنفتح ال parentheses وهنقول له var 1 نقفل parentheses سمي كونز ونقفل في اتش بي بتاعنا مع بي او تاج تمام مظبوط تمام. طيب هنا في البورد القديمه كده واحنا بنيجي على البورد القديمه احنا قلنا له ايه؟ قلنا له احنا عندنا حاجه اسمها فور 1 هنا لما قلنا له ان فار 1 بيساوي 3 فار 2 بيساوي كات تمام. انا كمان هحط علشان عايز اعرف معناه يعني فانا هاجي عند كات هنا كده واقول له انا عندي كمان variable رقم 4 او var 4 are equal to 0 كده 0 تمام. ارجع للبورد اللي انا بكتب فيها هنا كده انا بس انا بغير البورد لكن انت بتكمل كتابه في نفس التكست فايل بتاعك واقول له بليز تشيك معايا ان var 4 is empty تمام. هقول له php echo please empty var 4 in parentheses and colons okay تمام. هيقول لي true هو empty فعلا هو انت ان هو هنا مظبوط هو هنا ايه؟ هنا زيرو تمام؟ وممكن كمان اخلي الزيرو بتاعتي دي طب كلوز كده طب عملت سيف ورحت تاني على
البراوزر بتاعي وعملت ريفرش على البراوزر هيديني ايه؟ يلا انسر مين. لو انا عملت كده لو حطيتها مرتين دي دبل كلوز تحطيت زيرو يعني خليته سترينج يعني انا حطيتها صفر صفر. طيب لو حطيته انسايد كلوز دبل كلوز كده وقلت له سيف ورحت على البراوزر بتاعي يعني مش حد بيتكلم ليه؟ مظبوط تمام. معنى كده ان فعلا اللي انا بتكلم عنه صح ان هو فعلا زيرو. هو انا مره كتبته رقم ومره كتبته string ممكن اقول له ان الفاريبل بتاعي اللي هو الصفر ده بيساوي null بالظبط. ممكن اكتبها كده كله upper case كلمة كلها upper case وعملت كده بالظبط ورحت على البراوزر برضه هيديني نفس النتيجة يعني نفس الوقت برضه كل ده هيديني نفس النتيجة نفس النتيجة بتاعتي. بالظبط تمام. يبقى مظبوط ان انا اكتبها زيرو. ممكن الزيرو بتاعي يبقى دبل كلوتس يعني سترينج هو سترينج جواه زيرو فهو زيرو ولو نول هو برضه زيرو هو وات ايفر هو ازاي. بس طبعا انا مش هكتب نول يعني انا اسهل طريقه عندي ان انا اكتبها زيرو تمام. الطريقه احنا بنمشي بيها عامه ان احنا بنحب نستخدم الصح علشان ما نعقدهاش على نفسنا وعلشان ما نلخبطش نفسينا تمام. فاحنا دلوقتي اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن البولينز. البولينز ترو اور فولس تمام. عندي كمان حاجه مهمه لازم اتكلم عنها النهارده اللي هي التايب كاستنج. تايب كاستنج التايب كاستنج ده هيبقى نيو فايل بالظبط تمام يا علام مظبوط ما شاء الله عليك مذاكر. تايب كاستنج احنا هقول لك يا محمد يا علام متن ماشي خليني اقول لك. طيب ايه ان البي اتش بي عامه بيعمل ايه؟ بيعمل بي تراي تو كونفرت بتوين تكس بيحاول يكونفرت. انت نو سي بلس بلس توداي يا مظبوط في سي بلس بلس انا بتكلم بي اتش بي. فخلينا نركز عشان ما نلخبطش الناس معانا ان البي اتش بي will try to convert between types. حاول يكونفرت ال types اللي هو لو كانت string او numbers او arrays الى اخره يعني اللي هو as best it يعني ازاي. Sometimes it will make educated guesses as to what you mean. انت هو عامة ممكن ياخد كده يقول لك يفكر انت قصدك ايه. بيجي وقت ان البي اتش بي كوز حالا بيفكر من نفسه هو انت قصدك ايه؟ قصدك ان اللي انت كاتبه دوت تايب كاستنج نفهم الكلام ده ازاي؟ انا جيت قلت له ان انا عندي فور 1 ار ايكوال تو 2 تمام. قلت ان انا عندي for 2 او sorry for 1 equal to plus equal بقى 3
تمام. قلت له ايكو اوفر 1 طيب. هو كده معنى كده ان هو فهم انا عايز اقول له ايه، يعني هو كده فاهم انا عايز اقول له ايه، هو فاهم انا بقول له ايه. انا بقول له دلوقتي انا عندي فاريبل رقم 1 او 41 ار ايكوال تو 2 رقم 2 و2 از سترينج، تمام، يعني الرقم انسايد ذا سترينج. وعندي كمان قلت له ان فاريبل 1 R plus equal to، احنا خدنا plus equal قبل كده وعارفين ان plus equal 3، وهو بالظبط لما عملت ايه واخد الاثنين جمعهم على الثلاثه وراح مديني الرقم اديني 5. طب انا عايز استعبط عليه شويه، اللي هو انا عايز اقول له مثلا انت هتفهمني ولا مش هتفهمني. انا هروح جاي هنا كده واقول ايه ان انا عندي variable 1 ده 1 R equal 2 two brown dogs two brown dogs، تمام. رحت رايح واخد الكلام ده كله ورحت عامل سيف ورحت رايح على البراوزر بتاعي سالته، فالبراوزر بيطلع لي ايه؟ خمسة بالظبط. ما يجي يفكر يقول لي انا عندي فاليبل 1 يساوي 2 براون دوجز وعندي فاليبل 1 برضه بلس ايكوال تو 3. انت بتتكلم ماشي، انا لو انت بتتكلم بتقول لي ان انت عايز قيمه، فانا بيتهيألي ان القيمه اللي انت بتتكلم عنها دي هو الرقم اللي موجود عندي، فانا هاخد الرقم مجموعه على الرقم الثاني وهديك النتيجه. صح فعلا راح مطلع، قال لي فعلا ان انت بتتكلم انت عايز خمسة، انت اكيد عايز الرقم خمسة، انت اكيد مش عايز تقول لي خمسة براون دوجز، اكيد لا، لان variable 1 plus equal to 3 مش 3 براون دوجز. هو انت بتتكلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتأخر كتير انت. فهو من نفسه يفكر، يروح مطلع لي النتيجة. فقال لي انت اكيد بتتكلم انت عايز رقم، فانا الرقم اللي موجود عندي هو 2، رحت جامع 2 على 3 ورحت مديهم لك، هم ده اللي مني. لو انت عايز حاجه ثانيه فانت المفروض تفسر لي انت عايز ايه، لكن طالما انت بتتكلم على نمبرز وارقام وجمع وحسابات ومات والكلام ده، فانا عندي 2 وعندي 3 احطهم على بعض وهو ده اللي انت عايزه. تمام. فدلوقتي طيب لو قلت له ان انا كمان عندي هنا كده انا عامل بي ار تاج وهقول له ان انا عندي variable 2، انا كده عندي variable 1 equal to 2 brown dogs. طيب خلي دي for 2 وهقول ان equal to 4 1 plus 3، تمام. تمام. الناس معايا ولا نامت ولا ايه؟ مظبوط تمام. هو قال لي مزار 2 مظبوط تمام.
بس انا هسأله على حاجة مهمة. هسأله عن ايه؟ هقول له دلوقتي سوري سوري بس انا هقول له حاجة بقى. فاتور مظبوط ماشي. انا هقول له PHP echo get type get type or تمام. For string for the underscore لا انت انت مظبوط يعني نتكلم بيقول لك جيب تايب تقريبا رقم واحد انت تمام. احنا عايزين نفهم ايه كمان. طيب فور تو ها مظبوط. ان المفروض ان جيت تايب بتعمل retrieve an items type بتاع الايتم. results please results I need results. مظبوط مظبوط تمام. انتجر مظبوط واروح اي كان تو ستريم اي كان تو ستريم مظبوط تمام. ستريم انتجر بالظبط. هو كتب لي ايه؟ كتب لي ده ستريم وده النوع. طيب لما انا سألت قلت له جيت تايب قول لي النوع. بعد اذنك قول لي النوع بتاع الفاريبل بتاعي. فقال لي ان واحد عندك string واثنين integer. فلما اجي ابص فعلا ابص ان انا عندي بار واحد ار ايكوال تو براون دوجز ده ايه؟ ده string ده string. لكن لما جيت بصيت وقلت له طب فاريبل تو فاريبل بيساوي فاريبل واحد بلس ثلاثه. ولما عملناها قبل كده قلنا ان فاريبل واحد بلس ثلاثه اللي هو ايكوال بلس هيديني خمسه. معنى كده انه ايه؟ انتجر. في حد ريز هاندز؟ احمد ريز هاندز. احمد في حاجه؟ احمد في حاجه اتكلم في الشات ولا يهمك ولا يهمك يا سلمان. حاول تشوف محمد برضه بريز هاندز. طيب ثانية واحدة ثانية واحدة ستوب هنا كده. نقف وقفة صغيرة كده عشان نفهم الناس. أول حاجة سلمان أنا ما وصلنيش الهوم وورك. لو أنت شوف أنت بعته فين وهقول لك في آخر المحاضرة تبعته لي على تاني. لو إيه لو تعرف تبعته بيتهيألي إن هو ما وصلنيش سوري. أحمد أنا عيد النقطة أعيد آخر نقطة تاني. عمر المحاضرات مش مرفوعة كلها. طيب إحنا هنكلم الدعم الفني وهنحاول إن هو يرفع بقية المحاضرات اللي ناقصة يا ريت لو تقول عليها علشان إيه نرفع بقية.
آخر نقطة، آخر نقطة أنا هوضح هنا إيه تاني، بس محدش يكتب الكلام اللي أنا كاتبه ده، أنا هوضح بس النقطة. أقول لك إن أنا في الأول كتبت إيه، في الأول الدعم الفني هيحط اللينك بتاع المحاضرات، ما تقلقوش لو في أي مشكلة، يعني الدعم الفني إن شاء الله هيظبطها، يعني ما تقلقوش من أي حاجة كده وكده. أنا دايماً في آخر المحاضرة بحط اللينكات البرايفت بتاعتي. ماشي، أوكي، شكراً أستاذ فاطمة. أنا بحط اللينكات البرايفت بتاعتي بتاع الأكونتس بتاعتي all day online، لو في أي حد عنده أي حاجة بيكلمني أونلاين أو أت ميل أو بيسند مي ميل يعني، و دون وري فاضل يعني، محدش يقلق من الكلام دون. لو في أي حاجة بنقدر إيه نظبطها مع بعض. بس خليني ارجع على النقطه، اخر نقطه انا قلتها دلوقتي تاني عشان اوضح للناس. انا قلت ان انا عندي 4 1 محدش يكتب 1 ار ايكوال تو 2 از ا سترينج اللي هو 2، وعندي كمان ان 4 1 برضه بيساوي بلس ايكوال 3، تمام؟ طيب شكرا 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 جزيلا، شكرا جزيلا للدعم الفني. يعني الناس اللي ناقصها المحاضرات او عايزه تشوف محاضرات، اللينكات بتاعت المحاضرات، وده البرايفت اكونتس بتاعتي الفيسبوك والجيميل لو حد عايز يكونكت ويز مي على حاجه. نرجع للنقطه الاخيره، انا هنا سالته، هنا سالته قلت له جيت تايب فار نمبر 1، هو قال لي ان فار نمبر 1 ده ايكوال تو براون دوجز. تو براون دوجز دي سترينج، دي سترينج، وانا متاكد انها سترينج لان ده سترينج، عارفين يعني ايه سترينج. لكن لما سالته عن فاريبل 2 قال لي ان فاريبل 2 ار ايكوال تو فاريبل 1 بلس 3، اللي هو دي بتساوي بالظبط اللي احنا كاتبينه فوق دوت. ان هو لما جه قال لي ان فاريبل 1 بيساوي 2، فاريبل 1 ايكوال بلس 3، فاريبل 2 لو هعمل منه فاريبل 2 او ايكو دوت هيديني فاريبل 2 اللي هو فار 1 بلس 3، هو ده بالظبط. فاصبح ان فار 1 بلس 3 بيساوي 5. فلما اساله عن التايب بتاعه ايه الفاريبل دون او نوع الفاريبل دون، فقال لي انتجر لان هو اداني رقم، رقم يعني انتجر. لكن لما سالته عن فاريبل اللي هو هنا اسمه تو براون دوج، قال لي ان التايب بتاعه سترينج لان هو سترينج اسمه تو براون دوج، ده سترينج. انا كده ما اتلخبطش كده، انا فاهم هو بيقول لي ايه. هو بيقول لي ان فاريبل 1 بيساوي 2 براون دوجز ده سترينج، لكن فاريبل 2 بيساوي فاريبل 1 اللي هو 2 براون دوجز بلس 3. طب 2 براون دوجز بلس 3 يديني ايه؟ لما اعمل له ايكو، لما عملنا له ايكو اداني 5. طب اداني 5 ازاي يا عم حاج؟ انت بتقول لي ازاي 2 براون دوجز بلس 3 يديني 5؟ قال لي ان هو بيفكر من نفسه، هو بيفكر. انا دلوقتي انت لما بتيجي تقول لي ماثماتيكلي 2 براون دوجز بلس 3 معنى كده ان هو 5، انا بفتكر ان اللي انت بتتكلم عنه دون هو الرقم اللي موجود جوه السترينج اللي هو 2 براون دوجز، فباخد رقم 2 بضيفه على رقم 3 بيساوي 5، فاصبح انتجر، فهيبقى بارت 2 لوسلي تايب. ده اللي انا بحاول اشرحه بالعربي عشان الناس ايه تفهمه. احمد فهمت النقطه دي يا احمد؟ انا مش هخش على نقطه ثانيه لما تقول لي انت فهمت. طيب الحمد لله تمام. طيب خش على نقطه ثانيه. طيب تمام الحمد لله. هنسأله دلوقتي، هنقول له على حاجة، يعني هنقول له بقى يعمل حاجة تانية. هنقول له
set type. set type set type ليه؟ set type لvar 2 لvar 2 بحيث ان هو يبقى string. تمام. هنيجي نقول له تحتيها is echo get type for two. تمام. نعمل له كده echo ايه يعني في اكتر بالظبط. طيب ليه؟ علشان انا دلوقتي غيرت التايب بتاع بالظبط وان ستريم. انا غيرت سويتش ذا تايب. تمام بالظبط. انا كده عملت سويتش ذا تايب، عملت له قلت له سيت تايب حط النوع بتاع الفاريبل 2 دون وحوله من انتجر لايه؟ لستريم. فهو فهم اللي انا بقول له. ولما جيت بعد كده قلت له قول لي جيب تايب، قول لي ايه نوع الفاريبل رقم 2، قال لي string. ما انت قايل لي، مش انت اللي قايل لي احط string؟ فقلت له اه. فقال لي بالظبط خلاص. طيب انت بتعمل ايكو للتايب بتاع var 2 string، لان انا حولته لstring. هو كان انتجر فوق، هو كان رقم فوق، لكن لما قلت له خليه string راح مغيره لstring. قال لي خلاص انت كده عملت string، يعني كده ما ينفعش يتغير. اه انا كده غيرته لك خلاص. لو انت عايز تعمل حاجه بعملها انت بنفسك، عايز تغيره لسترينج، عايز ترجعه تاني رجعه، عايز تي سترينج خليه سترينج. طيب تايب كاستنج. تايب كاستنج مظبوط، هو ده عنوان التايتل بتاع. طيب طب انا ممكن اعمل حاجه ثانيه. قال لي طب انت عايز تعمل ايه؟ قلت له طب انا عايز اعمل، اقول له ان في حاجه اسمها فور 3 ار ايكوال تو parentheses انت اختصار لي انتجر فور 1. تمام. رحت جاي بعديها كده وقلت له ايه؟ بعد اذنك ايكو جيت تايب فور 3 كمان يكون في ارتاج هو كده عمل ايه؟ تمام. ليه؟ طب هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انا خليته يعمل ايه؟ convert to another type. ماشي كانت convert to another type، بس انا الاول قلت له ايه؟ قلت له ان انا عندي variable جديد اسمه رقم 3 variable 3، وقلت له في نفس الوقت قيمه الفاريبل دون بتساوي بالظبط. قلت له ان خد رقم الفاريبل رقم 1 خليه انتجر، شيل ذا تايب اوف فاريبل 1 تو انتجر اند بوت ات ان فاريبل 3. برافو عليك يا نجمه، برافو برافو جدا. بالظبط هو ده الشرح المظبوط لمعنى اللي حصل، ان انا في نفس الوقت غير الفاريبل 1 دون من سترينج تو انتجر وخليه يبقى قيمه الفاريبل 3 واديني القيمه او ايه الفاريبل رقم 3 ده نوعه ايه؟
اتفضل يا علام، تقبل الله منا ومنكم يا رب. بس براجع المحاضرة يا علام بعد كده. هو فهم انا عايز اقول له ايه، والناس كمان فهمت انا عايز اقول له ايه. فانا هعمل حاجه هنا كده، هعمل فيها شويه حاجات كده. سوري سوري، يعني بس الناس تكتب الكلام ده. يلا طيب، ايه اللي طلع تو وايه اللي طلع فولس؟ انا عايز اعرف. ايوه الناس تقول لي ايه اللي طلع تو وايه اللي طلع فولس. برافو عليك يا يحيى، فرق واحد بيساوي واحد. الوحيدة اللي طلعت تمام، الحاجة الوحيدة اللي طلعت مظبوط. احنا عندنا فاريبل 1، احنا قلنا ان فاريبل 1 بيساوي ايه عندنا هنا اهو، احنا كاتبين الفاريبل بتاعنا كله فولس ما عدا از انت غلط، از انت فولس. علام از انتجر غلط بالظبط. برافو يا نجم، برافو يا نجم. only for the case string is true the others nothing because are false. برافو عليكي، false A string. برافو، it's a string. error codes اهي تاني، error codes اهي تاني، string بالظبط. فهو الوحيد، انت علمنا بسكتك ما بتكتبش في التكست فايل، عشان كده ما طلعتش نتيجه. عشان كده لا، يبقى error codes تاني، error codes تاني، لان string هي الوحيده اللي طلعت تمام. دي functions علشان الناس تقدر تعمل functions زي تعرف اذا كان لازم طبعا تفتح الويب سيرفر، طبعا لازم. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يا علام، وعملناه قبل كده. طيب اوكي، مفيش مشكلة، انت ممكن تتست على اي حاجة، بس احنا بنشتغل على ويب سيرفر عشان يبقى ده سورس بتاعك، عارف كل حاجة بتشتغل ازاي، عارف الكونفجريشن بتاعت ويب سيرفر، يبقى عندك ويب سيرفر تشتغل عليه في اللوكال ماشين بتاعتك. سوري الصوت بيقطع شوية، معلش. فاحنا عرفنا ان في فانكشنز ممكن نعرف بيها اذا كان array، اذا كان بول، اذا كان float، اذا كان integer، اذا كان null، إذا كان numeric أو إذا كان string. طبعا الكلام ده في functions كتير، طبعا إحنا عارفين إحنا بنعمل إيه عشان نعرف functions. بنروح على php.net، ده المخزن بتاعنا اللي المعلومات اللي إحنا عايزين نعرفها زيادة، لو في حاجة إحنا عايزين نعرفها أو حاجة جديدة عايزين نشوف أو نتست حاجات تانية، راح php.net هو هيفهمنا كل حاجه لو في اي فانكشنز اللي عايزينها. فاحنا هنتكلم عن اخر حاجه عندنا في النهارده اللي هي كونستنت.
هنفتح نيو بورد عشان الناس تبقى معانا. مظبوط، تمام. هنتكلم النهارده عن اخر حاجه عندنا اللي هي اسمها كونستنتس. كونستنتس، مظبوط، كونستنتس. دوم، طيب، هو النقطة دي مهمة، نقطة الكونستنتس دي مهمة عشان الناس ما تتلخبطش. احنا هنكتب على طول احنا ايه اللي بيحصل في الكونستنتس، ايه الثوابت اللي ما ينفعش تتغير في الكونستنتس. الكونستنتس ممكن نغير something to value بالظبط، define something as بالظبط. ال constants ما بتتغيرش قيمة ال value، يعني ال value بتاعتها ما بتتغيرش. being defined يعني خلاص طالما عرفناها وحطينا لها value ما ينفعش انها تتغير. تمام كده؟ احنا على طول هندي مثال عشان الناس تعرف ايه اللي احنا بنقوله دون. لو احنا مثلا قلنا ان احنا عندنا constant بتساوي ان عندنا تمام، عندي variable اسمه max y. max y طيب، فاحنا عندنا ان دلوقتي هنا قلت له ما ثانيه واحده يا عم it's constant. ما هو دلوقتي انا قلت ايه؟ ما خليني افهمك. لو انا عارف ان انت فاهم، اقول لك ايه اللي بيحصل. انا دلوقتي قلت ماشي، دلوقتي قلت ان عندي variable اسمه max y equal to 980. ده variable. في نفس الوقت انا عملت define، عرفت ان ال max y 980. فلما عملت equal max y الويز بتاعتي، الناس تعمل الكلام ده على البراوزر عشان تفهم ايه اللي بيحصل. صح. 180 هو قال لي ايه؟ خلاص يعني كده هو فهم ان الكونستنس بتاعتي اللي هي الماكس وايد دي بتساوي 980. فدي الاوت بتاعت 980. خلاص انا عملت ديفاين للايه؟ للكونستنتس بتاعتي ان هي بتساوي 980، فاصبحت عندي من الثوابت اللي هي كونستنتس. ده معنى الكلمه ان هي حاجه ثابته. تمام كده؟ ثانية واحدة ودوت. لا مش مين. كيس أول حاجة أنا عملت assignment to constants. أنا عملت أنا آسف معلش، هو الصوت النهارده عندي في حاجة، سوري معلش. بس خليني أقول إن أنا دلوقتي عملت إيه؟ ماشي. أنا دلوقتي في الأول
سوري معلش يا جماعة، الصوت بيقطع شوية. To a constant. بالظبط تمام مظبوط. they are different. مظبوط they are different from the variables because they are constants. هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، ان هي حاجه ثابته تمام. بس خلينا ما نخشش في جدال. انا عملت assignment to constant، عملت معين. خليني طيب يا جماعه بعد اذنكم، خليني اقول بعدين اللي عنده حاجه عايز يسالها يسال. الصوت عندي بايظ خالص فاستغل. اوكي اوكي ماشي. احنا قلنا ان ال constants can change their values after being defined. يعني ما ينفعش ان انا اغيرها طالما عملت لها define. انا بعمل define زي اول حاجه بقى assign to a variable. assign to a variable اول حاجه احط ال variable. انا عندي variable اسمه maxwell بيساوي 980. الويز عملت ديفاين بعد كده قلت له ان الكونستنس في الفاريبل دون ان ماكس ويز بتاعتي دي فعلا هي 980، عملت لها ديفاين قلت له ايكو ماكس اندرسكور ويز، قلت له ايكو الكلام دون اداني 980 اللي هو خلاص عملت ديفاين للكونستنس. تتغير تمام. مع اللي جاي بعد كده هيوضح الكلام دون. يعني لما نيجي بعد كده نكتب هيوضح الكلام دون، هنشوف ايه اللي بيحصل. ماشي خلاص. طيب دلوقتي ما ينفعش ان انا مثلا اعمل كده. يعني انا دلوقتي لو عملت كده، لو عملت ماكس اندرسكور ويت بلس ايكوال 1 تمام. بس انا هاخد الكلام ده احطه ايه؟ احطه فوق كده. تمام؟ وقلت له ايه الكلام ده؟ هيديني ايرور. هيديني ايرور ليه؟ يا محمد رد، هيديني ايرور ليه؟ اتس كونستنت بالظبط، ده ثابت ما ينفعش يتغير بالظبط. ايوه الكلام ده ماشي. احنا بنقول خطوه خطوه اهو، بس عشان الناس ما تتلخبطش يا سلمان انا بقول لهم دلوقتي we cannot change it because it's a constant، فما ينفعش ان احنا نغيرها. فالموضوع ده ايه منتهي، يعني الكلام ده مش مظبوط، يعني ده خلاص ده مش هينفع. ده مش هينفع. احنا كده عرفنا ان ما ينفعش ان انا اغير الكونستنتس دي حاجه ثابته. لكن لا، لكن لو انا غيرت الماكس ويف اللي انا خلاص انا مش بقول دلوقتي ايه، انا غيرت الكلام ده وان ان ماكس ويف ار بلس ايكوال تو واحد، وقلت له ايكو بالظبط. انا غيرت هنا الايه؟
تمام، انا غيرت الـ variable مش الـ constant. تمام، يبقى انا هنا غيرت الـ variable مش الـ constant. الـ constant ما بتتغيرش، اي حاجه هعملها على الـ constant مستحيل ان هي تتغير، هيطلع لي error على طول ان هي اسمها constant، يعني دي ثابته ما بتتغيرش. هو ده قصدي الـ constant، او ده الوسيله بتاعت الـ constant. ايه اللي بيحصل في الـ constant؟ يعني يعني هنقول حاجه كده، الكلام ده كده حط سكور جديده عشان الناس تشوف اللي احنا بنعمل ايه. كده الناس شايفه البورد. PHP variables case sensitive. خليني ثانية واحدة سلمان، ثواني انا اكمل دي عشان ايه، خلي حد هو يرد لك على الكلام ده. تمام، it's case. انت بتتكلم على variables case sensitive. طبعا case sensitive يا سلمان، احنا قلنا الكلام ده زمان، انت معانا من الاول ولا ايه؟ طبعا case sensitive، انت اكيد sensitive if it's upper case or lower case. طبعا يعني ده ممكن حرف واحد يبوظ الدنيا. ف انت كنت غايب. طيب لا، انت لازم تتفرج على المحاضرات القديمه، لازم تتفرج على المحاضرات القديمه. فهنرجع نقوله، فاحنا دلوقتي كاتب مثال مثلا ان احنا لو عندنا فعلا browser request رقم واحد لبيجة رقم واحد بي اتش بي، السايز بتاعها ديفايند از 10، خلاص ديفايند از 10، بيج بي اتش بي فينشز بيج 1 ريتيرن. لما هتيجي ريتيرن عندي بيج 1 ريتيرن. براوزر ريكوست رقم 2، لو البيج رقم 2 دوت بي اتش بي سايز ديفايند از 20، يبقى انا عندي 10 وعندي بيج 2 20. بي اتش بي بيج فينشز بيج 2 ريتيرن. تمام، سايز ماست ريمين 10 ثرو بيج 1. خلاص طيب 1 بي اتش بي دي هتفضل 10، مستحيل انها تتغير. لكن لما نيجي نعمل سكند ريكويست كومز ان سايز اتس نوت ديفايند، سوري اتس نوت. تمام، ده مثال عشان نفهم انا بتكلم عن ايه، عشان ده محدش يتلخبط. حاول تاخد الكلام ده كوبي كده تحطه عندك، علشان ايه؟ في كل مره لما الموضوع ده يلخبط تعرف ان الكونستنتس ما ينفعش ان هي تتغير. دي ثابته لان هي اسمها ثوابت. الله اكبر العظيم، العيشة بتدبن. بيتهيألي ان احنا النهارده وصلنا نهاية كده النهاردة، يعتبر كده خلصنا. عايزين نقول ايه؟ خلصنا الـ insensitive function keywords and constants else null for each echo. تمام، مظبوط يا علاء، مظبوط، ما شاء الله عليك. العشاء بتبان، بس يعني احنا يعتبر خلصنا. فأمينك ما تروح تصلي العشاء. يا ريت لو في حد مش فاهم حاجه، انا اوريدي دايما بحط الميلز، البيرسونال ميلز بتاعتي كونكترز دي، في اي حاجه. النهارده مفيش تاسك، التاسك هيبقى يوم الاربعاء ان شاء الله. احنا المحاضره الجايه ماشي يا يحيى، نتكلم اون برايفت، و تمام ده سكايبي والفيسبوك. ماشي، نحط برضه نتكلم اون برايفت. ماشي، نتكلم اون برايفت يا محمد. اهم حاجه ان احنا نكون عرفنا البولينز، فرق بين ترو وفولت، زي طلع ترو وفولت بولينز، التايب كاستنج، في فانكشن للتايب كاستنج، في الكونستنتس لازم الناس تكون عارفه ان في كونستنتس، في ثوابت
تتغيرش. يعني الثوابت ما بتتغيرش، ما ينفعش اغير قيمه الثوابت، لكن جزاك الله كل خير، انا ينفع اغير قيمه الفاريبل لكن ما ينفعش اغير قيمه الثوابت، لان هي اسمها ثوابت عشان كده. يعني لما ادي حجم الصفحه، حجم الصفحه مستحيل ان هو يتغير، ان انا خلاص انا حددت حجم الصفحه بكونستنت ان هو مثلا 100 فهو هيفضل 100، ما ينفعش ان هو يتغير. لكن الفاريبل سهل ان انا اغير قيمته، manipulate variable ده سهل جدا، لكن صعب ان انا او مستحيل او ان هو ما بيتغيرش الكونستنتس ما بتتغيرش، ان هي ثوابت قيمه الكونستنتس ما بتتغيرش. يا رب الناس تكون فهمت حاجه، يعني اتمنى من الله ان تكون الناس فهمت. متهيألي انه اكيد طبعا الناس هتفهم اكتر لو عملنا حاجه فعلا. احنا بس نتكلم عن النظري حاليا، هنطبق فعلا، هنطبق في حاجه ادفانس ان شاء الله، لكن احنا لازم نكون عارفينها عشان نعرف نطبقها. احنا بنشرح الاول نظري عشان الناس تبدا تطبق معانا عمل ان شاء الله بعدين لما نخش على الادفانس. احنا اهم حاجه الناس تكون عارفه احنا بنتكلم عن ايه ونتكلم في ايه، يعني ايه كونستنس، يعني ايه بوليانز، يعني ايه تايب كاستنج، يعني ايه فاريبل، ايه فاريبل فاريبل، والكلام ده كله عشان الناس تبقى عارفه. اياكم يا رب الناس لو تكون، يعني ارجو الناس تكون فهمت. امين يا رب، ربنا يخليكم. وما شاء الله عليكم، انتم مجموعه متميزه جدا، الناس اللي معايا هنا والناس اللي بتجاوب معايا على طول مجموعه متميزه جدا فعلا. انا احترم الناس دي واقدرها، ويا رب نوصل للمرحله ادفانس دي ان شاء الله، ونبدا نطبق مع بعض ونستفيد بعض اكتر ان شاء الله. وعليكم احنا كده خلصنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.